لا تجامل على حساب صحتك، هذه سمعناها كثيرا لكن لا نطبقها. نجامل يعني نداهن أحيانا. أحد الأسباب لأحيانا زيادة السكر، زيادة الوزن، أننا يعني نجامل في حفل، نأخذ قطعة كيك، نأخذ كذا، ناكل، أو أحيانا، وهذه تحدث دائما عند الآباء والأمهات، أنه والله يعني إحساف الأكل موجود ولازم يعني يعني نخلص على الأكل، الأولاد ما أكلوه، فنصير حنا يعني الذين يتحملون أكل ما تبقى من الأكل. أحد الزملاء ارتفع عنده السكر وزاد وزنه، أقول له يا فلان لماذا؟ يعني كنت كويس وكنت ماشي صح، ويعني خفضت وزنك وقللت من النشويات ومن الخبز والمعجنات. قال والله يا أخي سافرنا أنا والأولاد، وإذا طلبوا أكل أتحسف يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى، أقول يعني حرام نترك هذا الأكل أو يعني نكبه بالزبالة، ما يجوز، وحرام يلا نتقاسم وكل واحد يأكل، فآكل نيابة عنهم ما طلبوه. وللأسف الشديد يعني هذه تحصل كثيرا، وكما نرى يعني زاد وزنه ورجع عليه شوي، ارتفع السكر. هذه يعني نصيحة، لا تجامل على حساب صحتك، لا تكن يعني غالبا يعني احفظ هذا الأكل، خذه في علبة، اعطيه فقير مسكين، سائق تاكسي، عامل محطة كذا، لكن لا يكون بطنك هو مكب النفايات، استغفر الله العظيم. طيب، ما الذي يمنع أننا نقدم في الحفلات وفي المناسبات سلطة فواكه، طبق سلطة فواكه، طبق يعني يعني فيه أشياء مفيدة، نخالة، حاجات يعني حبوب، لا يلزم أن تكون كيكة عالية الدهون عالية السكريات، وأن يعني نلزم على الناس يأكلون. فننتبه أيضا، نكون نتعاون على هذا الشيء بإذن الله سبحانه وتعالى.